لو الحكاية فيها إن فيتو من الست المصرية نكدية؟ طبيعة أي ست مصرية أجنبية، بس هي لفرق الثقافة بالضبط. لا طبعا الست المصرية مش عمرها ما كانت نكدية، الست المصرية طول عمرها أصيلة، وبتقف جنب بيتها وجنب ولادها وبتساعد ولادها وبتساعد جوزها وبتساعد أي حد. الراجل يقدر يصرف على البيت مره واحده، لكن الست بتصرف وتشتغل بره وتشتغل جوه وتربي اولاد وكل حاجه. لا المصريه ست تحت مجتمع ومتعاونه، لازم يبقى في تعاون. كان زمان الكلام ده متغير، لكن دلوقتي في تطور وفي تعديل وفي نظام حديث، يعني مش كلهم، لكن لا مع الظروف الحاليه والظروف الاقتصاديه دلوقتي حضرتك اي ما بتراعيش ان الراجل اذا اشتغل او جوز البيت عم بتظهر ويرجع. حضرتك انت جبت، انت عملت، انت سويت، الحمد لله على السلامه، مش كلمه حلوه. ما في ست بتحب النكد اكيد، يعني بيكون في حاجه في حياتها يعني بتخليها تنكد على اللي في البيت او 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 او، بس الست المصريه مش عايشه لوحدها يعني، صح ولا لا؟ بس والست المسؤوليه، الست المصريه ب 100 راجل والدنيا كلها وكل الشعوب عارفه ان الست المصريه ب 100 راجل. لا مش نكديه ولا حاجه، بس يمكن الضغوط اللي بتواجهها وظروف الحياه هي اللي بتخليها متوتره شويه، بتخليها مش قادره تتاقلم مع المصاريف والاحتياجات وبيتها واولادها، فيمكن بتبقى مضغوطه، لكن هي مش نكديه. لو الدنيا بتبقى كويسه وظروفها مساعدها بتبقى بسيطه وبتساعد جوزها وبتقف جنب ولادها الى اقصى درجه. هي نكديه عشان تشيل المسؤوليه. بقى الراجل، اقول لك الراجل عايز الست ايه، الفرفوشه الحلوه اللي تدلعها واللي تخشته لا مؤاخذه يعني. نعم. لا.